موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني جل ثناؤه بقوله الذين تربصون بكم، الذين ينتظرون أيها المؤمنون بكم، فإن كان لكم فتح من الله، يعني فإن فتح الله عليكم فتحا من عدوكم فأفاء عليكم فيئا من المغانم قالوا لكم ألم نكن معكم نجاهد عدوكم ونغزوهم معكم فأعطونا نصيبنا من الغنيمة فإنا قد شهدنا القتال معكم. وإن كان للكافرين نصيب، يعني وإن كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم بإصابتهم منكم قالوا، أعتقد أن في خطأ في المطبوعة لأنها مكتوبة قالوا ألم نكن معكم، قولهم ألم نكن معكم هو للمؤمنين، قالوا يعني هؤلاء، يعني قال هؤلاء المنافقون، هو ده الصواب فعلا اللي موجود في نسخ أخرى محققة للنسخ الإلكترونية، قالوا يعني قال هؤلاء المنافقون للكافرين ألم نستحوذ عليكم، ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم حتى امتنعوا منكم فانصرفوا فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يعني فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل بإدخال أهل الإيمان جنته وأهل النفاق مع أوليائهم من الكفار نارا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني حجة يوم القيامة. وذلك وعد من الله المؤمنين أنه لا يدخل المنافقين مدخلهم من الجنة ولا المؤمنين مدخل المنافقين، فيكون بذلك للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقول لهم أن ادخلوا مدخلهم، ها أنتم كنتم في الدنيا أعداءنا وكان المنافقون أولياءنا وقد اجتمعتم في النار فجمع بينكم وبين أوليائنا، فأين الذين كنتم تزعمون أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو السبيل الذي وعد الله المؤمنين ألا يجعلها عليهم للكافرين. عن ابن جريج في قوله فإن كان لكم فتح من الله، قال المنافقون يتربصون بالمسلمين، فإن كان لكم فتح قال إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة، قال المنافقون ألم نكن معكم قد كنا معكم فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذون. وإن كان للكافرين نصيب يصيبونه من المسلمين، قال المنافقون للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين قد كنا نثبطهم عنكم.
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ألم نستحوذ عليكم، قال بعضهم معناه ألم نغلب عليكم، ذكره عن السدي. وقال آخرون معنى ذلك ألم نبين لكم أن معكم على ما أنتم عليه، عن ابن جريج ألم نستحوذ عليكم ألم نبين لكم أن معكم على ما أنتم عليه. هي كلمة نغلب عليكم يعني نغلب المؤمنين، يعني نغلب المؤمنين أو نكثر معكم، يعني عليكم نغلب عليكم يعني نغلب معكم، زي معنى نعين على معكم يعني. قال أبو جعفر وهذان القولان متقارب المعنى، وذلك أن من تأوله بمعنى ألم نبين لكم إنما أردنا إن شاء ألم نبين لكم إنما أراد إن شاء الله ألم نغلب عليكم بما كان منا من البيان لكم أن معكم. وأصل الاستحواذ في كلام العرب فيما بلغنا الغلبة، ومنه قول الله جل ثناؤه استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله بمعنى غلب عليهم، يقال منه حاذ عليه واستحاذ يحيذ ويستحيذ. قال بعد أن ذكر أبيات شعر في معنى حاذ واستحاذ، قال وكان القياس في قوله استحوذ عليهم الشيطان أن يأتي استحاذ عليهم، لكن بيقول زي استحال واستنار واستعاذ. قال وربما تركوا ذلك على أصله، اللي هي استحوذ على أصلها زي استنور تبقى، يعني أصلها استحول واستنور لكن استثقلوها فجعلوها استحالة واستنارة، واستعوذ يخلوها استعاذة. فبيقول القياس المعتاد في ذلك انهم يقولوا استحاذة وربما تركوها، وبهذه اللغة ليستحوذ جاء القرآن. وأما قوله فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال فلا خلاف بينهم في أن معناه ولن يجعل الله للكافرين يومئذ على المؤمنين سبيلا. عن نسيء الحضرمي قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال رجل يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي أدنه أدنه يعني قرب. ثم قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة. في الروايات الأخرى قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله يوم القيامة للكافرين على المؤمنين سبيلا. عن أبي مالك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال يوم القيامة. عن ابن عباس ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال ذلك يوم القيامة. وأما السبيل في هذا الموضع فالحجة. عن السدي قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال حجة. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة عليهم وذهاب ملتهم، فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد فإن الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين،
أي ساعدناكم في الباطن. ابن كثير فسرها تفسيرا سهلا، وما ألوناهم خبالا، ساعدناكم في الباطن وما ألوناهم، ما قصرنا في المؤمنين خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ذكر هذا يوم القيامة. قال ويحتمل، دي الزائدة عن ابن جرير، أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، يعني لو غلبوا ولو أديلوا عليهم فلن يكون ذا في ذلك إنهاء هذه الدعوة وهذا الدين، لن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية. وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروا من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافرين لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال. يعني اللي قالوا صح بيعه ويروحوا يقولوا الكافر لازم تبيعه الواحد مسلم فورا أو تعتقه، ما يسيبهوش لأن له إيه سلطان، لقوله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أقول أيضا احتجوا بهذه الآية على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال بهذه الآية، وده يدل على أنهم يرون أن هذه الآية في الدنيا ولكن شرعا وليس كونا، يعني لا يشرع أن يكون هناك سبيل لكافر على مسلم بالشرع، لا يتولى كافر ولاية مسلم. يعني لو واحدة مسلمة وأبوها نصراني أو يهودي وأراد مسلم أن يتزوجها، لا يتزوجها من أبيها ولا أهلها الكفار، بل يتولى أمرها رجل مسلم. لماذا؟ لأن الولاية لا تكون لكافر على مسلم، وكذلك لا تكون الولايات التي فيها سلطان، التي فيها علو، ما لا يجوز أن تكون أن يولاها كافر، لا رئاسة الدولة ولا الوزارة، ويعني الوزارات التي تسمى وزارات سيادية يعني، ولا أي ولاية من الولايات العامة، يعني لا ولاية قضاء ولا ولاية جهاد ولا ولاية حسبة يتولاها الكفار. هذه الولايات التي فيها سلطة سلطان، التي فيها علو، لا يجوز أن تجعل الكفار، وذلك لهذه الآية الكريمة. فهذه يعني هذه الآيات الكريمة تدل على حال المنافقين في عدم صدق انتمائهم لهذا الدين وللمؤمنين،
إنما هم ينتظرون من يغلب، هم أتباع من غلب. فإذا يعني هذا التربص كما قال الله عز وجل عنهم يوم القيامة، ولكن يقول عن قول المؤمنين لهم إذا ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يقولون لا يقولون ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالشبهات والشهوات وتربصتم، يعني كنتم منتظرين تشوفوا مين اللي هيغلب، لم تكونوا صادقين في الانتماء لهذا الدين على أي حال، والانتماء لهذه الطائفة المؤمنة على أي حال، لا يمكن أن ننتمي إلى غيرهم. لا، المنافقين متربصين، ولماذا؟ لأنهم مرتابون متشككين في هذا الدين وفي نصرة الله عز وجل للمؤمنين، ولذلك هم مرتابون. وغرتكم الأماني، أماني المغفرة الكاذبة، وأن لهم الآخرة مثل لو يعني لو يعني مثل ذلك الرجل الذي قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، اللي بيقولوا ما فيش آخرة، بس لو فيه بقى احنا اشتريناها، طالما ربنا رضي عننا بفلوسنا يبقى احنا هنبقى يوم القيامة برضو كده. فالمنافقون متربصون، متربصون بنا، ليسوا أتباعا لنا إلا عند الغلبة، عند التمكن. عبد الله بن أبي بن سلول ما دخل في الإسلام إلا بعد أن انتصر المسلمون في بدر، كان على شركه، فلما انتصر المسلمون في بدر قال إن هذا أمر قد توجه، خلاص بقى له وجه، بقى له وجاهة، بقى له غلبة، فدخل في الإسلام. كما تجد كثيرا جدا من الناس إذا كان يعني لأهل الإسلام والدعوة منزلة حتى فقط يسارعون فيه، ويبقى أنا معاكم وأنا من حزبكم وأنا بحب الدعوة، وكلهم يبقوا سلفيين. فإذا جاء وقت يعني كشر المخالفون عن أنيابهم يقول لك احنا مالنا، احنا حاجة وانتوا حاجة، كل واحد يروح لسكته، والعياذ بالله. كل المنافقين في كل العصور على هذه الحال، ولذلك يقولوا للكفار احنا معاكم، ده احنا اللي ده كانوا هياكلوكم، ده بس احنا اللي وقفنا ضدهم، احنا اللي خذلناهم، احنا اللي كنا معاكم عليهم علشان يعني نخليكم تغلبوا. الشيعة من هؤلاء المنافقين، لان هم فعلا يفعلون ذلك، ييجوا على الكفار ويقولهم ده احنا معاكم ضد الايه، ضد اهل السنة. صحيح، سواء بقى الشيعة طبعا الغلاة زي الاسماعيلية والوطنية والفاطميين، كانوا هم اللي يساعدوا الصليبيين على المسلمين، والعياذ بالله. فلذلك خطر عظيم أن يعني يصدر المنافقون. وأيضا في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يجوز أن تولى الولايات العظيمة ذات السلطة وذات السيادة على أن يولى كافر على مسلم. سمعتم أن العبد المسلم لا يجوز أن يباع لذمي حتى، فضلا عن رجل كافر حربي يسومه سوء العذاب ويفتنه عن دينه، باتفاق العلماء أنه لا يستقر ملكه. إلا قالوا يصح، قالوا بشرط أن احنا نرغمه على إيه؟ على إزالة ملكه عنه. يعني كلهم اللي قالوا ما ينفعش وما يقعش البيع ده وما يدخلش الكافر العبد الكافر المسلم تحت كافر، فمع والآخر ما قالوا البيع ده باطل من الأول، واللي قالوا يصح يقول لابد أن يزيل سلطانه عنه وملكه عنه. فكيف أن
يعني يسلط الكفار على المسلمين، هذا لا يجوز شرعا. طب بس واقعا بيحصل، زي احتلال البلاد الإسلامية وسلطان الكفار عليهم بالقوة العسكرية والاقتصادية حتى ولو كانوا يعني في بلادهم. نقول هذا الأمر كما وقع لكن لا يكون فيه استئصال. وأما النفي الشامل الكامل العام للحجة فيوم القيامة، يوم في الدنيا لو كان نقول شرعا ليس هناك سلطان، كونا يكون منه شيء من غير استئصال، يبقى لن يكون سبيلا فيه علو شامل يؤدي إلى استئصال الدين، لن يكون كذلك. ويوم القيامة لن يكون لهم سلطان حجة بحال، لأن الكفار والمنافقون والمنافقين يخلدون في النار والمؤمنون يدخلهم الله الجنة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.